فالحياه البيرسونال مهمه قوي لان هي بتعمل لك بالانس. صوره انتشرت من وقت قليل على السوشيال ميديا قلبت الدنيا كلها. الصوره كانت بتجمع احمد ابو هشيمه وياسمين صبري في عشاء في مطعم من المطاعم الفخره. يا ترى ايه سبب اجتماعهم وهل فعلا رجعوا لبعض ولا في حاجه تانية في الموضوع؟ تعالوا نشوف. الصوره الاخيره اللي اتنشرت لاحمد ابو هشيمه وياسمين صبري لفت كل السوشيال ميديا وخلت الناس تحتار فيها، وكان واضح فيها كمان انها اجتماع ياسمين وابو هشيمه كان في مطعم في مصر او في دوله عربيه بسبب اجواء المكان الشرقيه والبنت المحجبه اللي كانت في الصوره. ظهرت في الصوره ياسمين وهي بتطلب حاجه من بنت بتشتغل في المطعم، وظهر احمد ابو هشيمه وهو بيبص لها بابتسامه فيها حب. الصوره دي وهي ملقوطه بالشكل ده خلت الناس تفتكر ان ياسمين رجعت لابو هشيمه، وانتشرت الصوره زي النار في الهشيم على كل صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي. لكن الحقيقه ان في مصدر مقرب وضح ان الحكايه مش كده خالص، وانهم لا رجعوا لبعض ولا حتى كانوا بيتعشوا كاصدقاء عادي، لكن الصوره اصلا قديمه ومتاخده من زمان، وحد قرر انه ينشرها دلوقتي علشان تكون ترند ويثير الجدل بيها. النفي ده للصوره صدم كتير من جمهور ياسمين وابو هشيمه اللي كانوا بيتمنوا يرجعوا يشوفوهم تاني مع بعض. مع الاسف ياسمين وابو هشيمه اتطلقوا في مايو اللي فات، وقتها الخبر قعد متصدر الترند لايام كتير جدا، وظهرت اخبار عن مهرها ومجوهراتها وهدايا. وكمان ياسمين بعد طلاقها سافرت لدوله اسيويه وعملت هناك انواع كتير من التامل ساعدتها انها تتجاوز ازمه طلاقها، وده اللي اعلنته على حسابها في انستجرام ووضحته في حوارها في برنامج صاحبه السعاده مع اسعاد يونس. اما احمد ابو هشيمه فنشر وقتها على حساباته في السوشيال ميديا مقوله وقتها لفتت نظر ناس كتير جدا، وهي انا لا اخسر ابدا. اما بالنسبه لاعمال ياسمين الفنيه، فاخر حاجه قدمتها لجمهورها في التلفزيون كان مسلسل فرصه ثانيه، وبالنسبه للسينما كان اخر افلامها فيلم الديزل مع محمد رمضان. اما بالنسبه لاعمالها الجديده فكان عند ياسمين مسلسل هتقدمه لجمهورها في 2023 لكنه اتاجل لبعد رمضان، وكان اسم المسلسل الجواز ثم القاتل، واللي كانت هتخرجه ياسمين احمد كامل. وبرده كان عندها مسلسل مع المؤلف محمد رجاء والمخرج خالد مرعي، لكن مع الاسف برده اتاجل. وفي السينما ياسمين كانت بتحضر لفيلم اسمه شغل عصابات، لكنه مع الاسف اتوقف بشكل مفاجئ. من الواضح ان 2022 مش سنه ياسمين بسبب الازمات اللي مرت بيها. نتمنى ان الفنانه الجميله ترجع لجمهورها من جديد.